مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الوطنية، في هذه الحلقة المباشرة من برنامج صباح الوطنية. صباح الوطنية اليوم عدنا لكم حلقة خاصة وإن شاء الله تنال إعجابكم، مميزة إن شاء الله يا ربي، باستضافة الفنانة الكبيرة لبابة متلمداح. مرحبا، مرحبا بك سيدتي، مرحبا بك معايا في التقديم كالعاده سميره السماني. مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الوطنيه في هذه الحلقه المباشره صباح الوطنيه اليوم. مرحبا بك لبابة متمده، مرحبا، شرفتي صباح الوطنيه. انتوا اللي شرفتوني، العكس. الله يسلمك. انا يسعدني يشرفني نعود معاكم انتم، يعني شريفات تقلاوات متعدلات ومحترمات. سمحوا لي لا قلت هذا، احنا هذو اسره واحده ما نجحتنا، وفخر لي كبير انهم هم اللي شقوا طريقهم واستطاعوا انهم ينجحوا ونجحوا الحمد لله. لكن نعرف عنه في سبه الخافيه وظاهر، نعرف عن الخافيه فهم غير ما اللي نعرف عن من جد وجد. نعرف عنكم انتم واش تقالتوا، ونعرف عنكم انتم مميزات بالنسبه للقنوات تاع الصباح الوطنيه. عاد روايه كل حد يبقي يشوف منين ندير عليكم جرو بلان تعود ترى. قلت العماد البارح قال لي هذه ما في لها، قلت له ما شكل دخلوا علي رقاج واحد سمعتي. قال لي ما شاء الله عليهم حلوين. قلت له شو السلام عليكم، ذيك الحلاوه لمها عندك ما شاء الله فتبارك الله. الله يسلمك، والله الفخر لي انا وجودي معاكم، وكان لازم من زمان نعود. كنت معاكم يا اللي انا اللي اخترت نعود معاكم، وزينا عندي وموكا عندي المره الماضيه كنت عندي ظروف خاصه. صح، وسبحان الله نفس الظروف كانت عندي اليوم يا غير مراجعه، سبحان الله. واجيت مباركتكم ان شاء الله جبر الله. شكرا، تجبر ان شاء الله. وانتم ان شاء الله بين ما قد كون نجيكم، وما في حد ما فخر له يظهر معاكم انتم في الله يسلمك. صباح الوطنيه خاصه صباح الوطنيه. صباح الوطنيه، مرحبا بك وسهلا. جبت لكم اردين مولي اردين لا بد منه. قلت لكم مقام قالي عليا حتى قالوا تحرام اصلا هذا المقام من المقامات، يعني مش انفاقه يقير. انا هو زين عندي دائما نقني فيه، دائما نبقي نقني فيه رقم باحه اليوم شوي، لكن ينهوني اصلا ولو لعت كثرت نعود معاكم فيها. نفتتح لكم بأبيات مديحية. الله يخليكم، ما جيتهم يوم اليوم. تحية لوالدي رحمة الله عليها، جدا خير صباح ما وضع. نعرف دائما يبقى الهود يبدا الله بالمدح. يضبطني كاع تقليد في موسيقى انا الموريتانية اصلا تبدا بذكر مولانا. مقام كر، مقام اصلا مديحي، هو المقام الاول في الموسيقى. من قال له مقام كر هذا مقام مديحي ما نافع فيه شيء. لذلك موسيقانا مشتقه لا من اصلنا وديننا واخلاقنا. صح الله. هؤلاء ابيات محمد الاحمد يورا. هذا رسول الله شرف الورى، ويا من هو النور منير المنور، عليك الصلاة الله مسيا وبكرة، ويسكى سلام في مسك وعنبر، تجنبني الآفات ما دمت سالما، ويجوني الروعة ساعة أكبر، مرامي رزق واسع يتيسر، ونصر ورضوان من الله أكبر. مرامي رزق واسع يتيسر، ونصر ورضوان من الله أكبر. على راحتكم. الله يسلمك، الله يسلمك. عندكم الأولوية والحرية مولي. شكرا، الله يسلمك. كما عودتنا دائما، كما عودتنا دائما. أنا غنختارك تواصلي لعبتي مزيان، تواصلي. المشاهدين المتطوقين يسمعوش تلافينا على تبارك بالي. خلي عنك نبرات
تمرطوني تعدلوا هذه موسيقى كامله. الله 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 تبارك الله. لو بابا لا هي لارك نطرق السؤال المهم، ما هي ابرز مشاكل اللي يعاني منها الفنان، الفنان من نفسه ومشاكل الفن وحده؟ سؤال زين، فهمتي؟ سؤال جديد. الناس دائما تسول عن تسول دائما شنو هي مشاكل الفنان، يدخل لها في الموسيقى، يدخل لها في عنه ما فيه مهرجانات ولا احتفالات. يعني صحيح هذا مهم، لكن اولا لازم يعود الواحد مرتاح هو من نفسه، حتى كشخص هو من نفسه الشخص حتى يعود مستعد. والله مشاكل الفنان انا بالنسبه لي انها الفنان يعاني من امور اجتماعيه، يعاني من امور مشاكل، مشاكل يعني تربى عليها من الناس، ربات علينا احنا وهي شيء واحد. وزين الفنان الموريتاني انه عنده اخلاق راقيه، وما العكس الناس شاكة عن الفنان. الفنان كان في القدم عنده ناس تشجعه وكافيته تعطيه كل شيء، حتى يقول متى تعيني في فلان، ويقعد يقعد ويقول لفلان ذاك اللي ضد ذاك كلمة، والله كلمتين، والله شيء ما هو مونك عنده بهاش باللي فيها. نقولوا احنا محاط مجتمع ما هو خايف، ما هو خايف مش. لذلك عاد الفنان بهذيك المناسبة جريء على يقد يقول قال في حد ما هو زين، يقد يقول له كلمة ما هي زينة، وقال له كلمة تقيم، كلمة تقيم تين أصلا بها اللي تتعاطاها الناس، وإلا ما تعاطاتها الناس يقنيها هو فقط. لذلك 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 هذه الرواية ما زال شيء من المجتمع شاك عنها، ما زالت خالقة، بعكس الفنان مات عنده، لكن الناس مشات للأسف. تعتبر أنت اللي تسمحي شوي، تعتبر أنت الوباء عن الفنان لك أنه عاد حر؟ مو قصة حرية، قصة انه فرض المجتمع، وفرض فرض المجتمع وفرض اللي تطور الحياة والمشي من 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 البدو للمدن، يعني خلاه يخالط الناس كاملة ويفرض عليه يعود عنده اخلاق، يعود عنده دبلوماسية لياك يكتسب الناس كاملة. لكن هذه فيها سلبية وفيها ايجابية. سلبية طبعا، ايجابيتها اولا هو انه هو يعني دبلوماسية نوع من الاخلاق. الأخلاق إحنا معروفين بها كموريتانية، وهي نفتخر بها وحدها، ما نفتخر بالفضاء ولا نفتخر، نفتخر لا بالأخلاق، لأن الإنسان عنده أخلاق ما تعينه في شيء. لكن السلبية شنو؟ السلبية في هذه النقطة بالذات هو عن الفنان، ذيك الناس اللي حايسته سوى ما هي عاطيته شيء، تبقي سوى ما هي عاطيته شيء، دائما تنقد عليه بسرعة. مثلا أنا قد يطرى لي حد متعدل معايا، ما نعرف كان أنت عندك معاه مشكلة، لهنا عبر له عن مدى حبي ومدى شكري ومدى تعلقي بي اللي رأيت منه لا الخير، سماني عارف الوالي ولا تناديني ولا تعيط لي ولا ما نعرف ليش كيف شيء. أنا لا أنا ماني في السياسة، صح، ماني في وزير ولا مدير بعض ولا بلانتون، أنا ماني سبة، أنا عندي آلتي وفني نسوقهم للناس كاملة، اللي تقبلهم اللي يرى مني الخير ويرى مني، واللي ما تقبلهم اللي تبقى قاعدة بلي. مثلا اللي يعطيك مثال ثقيل ما قلته ابدا، تفضلي. قبيل ما هو دارك مرض عماد ومشينا شغل المقرب وطينا شحارفه، الناس اللي اتصلت بينا معروف والله نقول لك 70% منها ما نعرفوه، كان ما نعرفوش صفه شخصيه. في راجل اتصل بي متاثر متاثر متاثر، قابل رقمي من 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 حد ما نعرف منه، قال لي انا وتريكتي والمراه راعينا ندوروا اخباركم، اتصل بي من النعمه. صح، جزاهم الله خير. فيه ناس انا ما نعرف اتصلت، وفيه ناس تم قاعده لين مشيانا يعني رساله، ما انا لا طالبينها ولا ندورها عندها، والناس اللي
تحسيها قبيل هي هي اللي تم معاك واقفه لا بعد ما سولت عنك معنا معنا تعتب عليك تعتب عليك ما تعرفي باش متعشي ولا باش متقدية ولا مشكلتك شنو ولا ظروفك شنو ولا انت مالك على الاقل انت مو اصحابنا نبقيك انت ونبقي فلانه ونبقي فلانه ونبقي فلان اذا بينكم شي بيناتكم هذا انا ما يعنيني صح والسياسه اصلا تفرق ما تلم صح السياسه احنا استخدمناها للاسف كسلاح ما هو ما هو ما هو ما هو, ما هو صالح للاسف ليارك هاي بعض المشاكل اللي عاني الفنان وانا عانيت منها شخصيا يعني لاني انا ما نش حد اللي مش متعدل نقولها صح. نقولها الفوق ونقولها على موقع ونقولها على فيسي ونقولها على كامل ونقدم له ملي انا احر تهاني وناديه ونكبره وننعتلو قيمته عندي هذا نعتبره واجب صح. لذلك نختار الناس دائما تفرق بين الفنان والسياسة وتفرق بين الفنان اللي أهله هيك ساعة كانوا عاطينا البقرة ركعات البقرة أهبلها يوسر أخر وجمال أهبلوا الوت وياسر من الأمور كانت هيك ساعة بسيطة تنعطى للفنان الفنان عاد أكبر كرش مبارك يدور شي ملاك والله العافية حق دور شي ملك والله بعد الحب والصداقة والمعرفة والمحبة ما يتصل عليك حد ألو رقنيتي بعد البارح شوين ولا ينفع صايبة انتي باط عنه ايش دايرة ليه بل خالك إذا عدلتي البارح انت كنتي منين شو يعني شفتك سلمتي على فلانة شوف انتي أنا تعرفي مشاكلي شيء هذا كان يحق للموريتانيين زمن ماضي صحيح يعني كانوا اوائلهم مسيطرين على مجموعه من الناس ما باقي شيء ما معطين وذوك يقاون لك ساعه معين وشي معين وشي هم الارواح لانه ما يتقدموا من عندهم ولا يتعشوا من عندهم ولا يشربوا من عندهم ولا عندهم مشكله ولا يخصصون لك ولا يخص قرايه السرقه قاعدين تحت من الخيام مرتاحين ومتموكين وحلاهم شيء من الناس المعلومه المتعدله نافحه عليهم وذيك الناس المتعدلة ما هي حلاهم تبقي تراهم إياك تكبرهم وتحسن ومنين يمشوا شورها يجيبوا شيء من الخير مولانا رقم بعد الطريق ما هو عادي لذلك كان الفنان مليك اليوم الفنان يدوب قالوا المصريين عيش راسه صح زين ضيفتي الكريمة لك تكلمنا عن معاناة الفنان لك لين تكلموا عن المشاكل اللي تعرضوا لها الفنانين مثلا كيف مشاكل الفن كيف مشاكل اثناء التسجيل البومات والله شفتي شنو دور دار الثقافه معاكم وزاره الثقافه معاكم شنو دورها معاكم شفتي وزاره الثقافه هذه خصوصا في تسمحوا لي شويه الصيدات نوجه تحيه خاصه للشيخه المعلوم تلمدح على التكريم وجهها احنا كامل والله طرف هندو متعين نعرفوا عن الوزاره منين كرمت هي الصبح تكرم غيرها ان شاء الله انا وجه لها تحيه شخصيا مولي ما ندات لي قاع نحضر للتكريم ما علمت بيه غير بعد وجه لها كبار تحيه وراجع لها التقدم تقدم ونعرف عن وزاره الثقافه عندها ياسر يلا تعدلوا ما قلتوا زين شنو ياسر شوي مثلا المعلومه فترت فتعدل هذا لا شو وزاره الثقافه ما تعدل لا شو وزاره الثقافه بدل من يعود 20 اغنيه فتر علي 20 شهر يمشي مع وعدل تعود وزارة الثقافة كل سنة تقبل مجموعة من الفنانين الفئات اللي معروفة وتقول لهم انتوما عليكم 100 شهر وهالقبلة عليهم 100 شهر وهاليوك عليهم يعني الجهات تجمع أساتذة المدارس وتجمع هذه المدارس كاملها فشوارهم اللي يسجلهم يستفادوا منها هي تعطيهم شيء الوزارة تعطي لهذا الفنان يعودوا كل سنة على موعد مع وزارة الثقافة له تقبل من المدرسة الفلانية والمدرسة بهذا يقد الوزارة تفيد الفنانين سمعت صح ولاش الوزارة ما تفيد الفن المتطور احنا ليت ونمشوا على اللورا ليت نحن الناس مشات الى القداء والناس تلود للفن الراقي تلود شي نواجهوا به للموجة الكبيرة ما عاد حد لهش الناس يحتفوا على تراثهم لكن فيه موجة متطورة رائعة زينة هي مالية الساحات اليوم ما وزارتنا ما هي مسؤولة عنها نهائيا لو كان غايبة عنها تماما شوفي الطافلات اللي نتكلم لك عن الناس جاء الطافلات ماني مثلا نتكلم لكم عنهم الناس كاملة تعرف والله أنا ضرك نتكلم لهم عن الفن يقولوا لي لا ماما هذا الفن هو ما هو نافع شيء ما خليه قال والله شو الطافلات يغنوا هول البيضاء الأغاني لو سمعتوهم قاع وقنيت الجيش فاقوا
أغنية الاستقلال فاقوا يقنوا المقالات كاملين، لكن بشكل متطور بشكل الوزارة لا ما عندها عنه نص، ما يقعد مسؤول عنه غيرهم الشباب الفنانين رأيهم هو يطمحوا ليغنوا. خلونا عندنا فئة على التراث، وخلونا على فئة ثانية على تقدم الفن، ويجبر مكانته إلى مشيتوا منهم حد، إلى مشيتوا منهم حد الدولة يجيب لكم بري، يجيب لكم جائزة كبيرة، يجيب لكم يرفع موريتاني. نحن مشينا في الخارج وراعي إذا اللي تنعتوا كامل، نحن ياسر منه معدلين من عندنا احنا إلا مشي انت عنها والله تنتين انت عنها مشيتهم. كان عن طريق واحدة عن طريق التلفزة والثانية عن طريق وزارة الثقافة، ولين نتكلم لكم عليهم وكلهم جبنا ذاك اللي تنعتوا وركاتيش. لكن لاش وزارة الثقافة تقول لا التراث، احنا التراث عندنا ولأننا حاركين عنده، احنا شبني قاونا ربينا على أردين والتيجيني، لكن عندنا الشباب قال أيدي يدور يتطور يدور ينعرف عالميا. لماذا ما تعطوهم هذه الفرصة وتعاونوهم وتساعدوهم؟ هذه هي المشكلة وهي النقطة. لا يتكلم اللي يتكلم حد من الجزائر يقول لك عندنا للتراث والتراث اللي نعدلوا فيه وهذا الشباب شلي يتواصلوا ذوك ربهرات ما يدوروا التراث كلهم حازم الرواية وانا 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 كنا ولا هو حد العالم كامل صح ذو الطافيلات زادهم عندهم فن مازالوا الشباب قادي فيهم اختاروا ينعتوه للناس ما الثقافة ولا عنها عندهم نظر ما تعرفهم قاعد سمعت منين راك نقول لهم هذا يعدلوا كامل ما شاء الله ما ناقصنا شيء احنا عندنا استديو دار الاسرام وعندنا اجهزتنا من ارقى الاجهزة المتطورة شارينا في الدار الحمد لله وبرك عندنا مشروع كبير معدلينه طلعت ليه البارح إيه طلعت عليه قال لا تقوليه نهائيا ان شاء الله يا ربي سر لا سر بعد يقر ضامن لكم ان شاء الله عنديتوا تعودوا موجودات وهذا شرف لي الله يسلمك حتى شرفنا نحن برك نطلب من المخرج سالم انه يطلع لي الصور معكم تكلموا عليهم لبابها الصورة للشهادة التقدير هذه في مصر اسم سالة راسها بعيدة مني شوي قرّاني عنها شو 90 بيني بيدلي يطل نجاتي ماذا تخلق ساعة خلق طويل في الأدمال بس ألباس صح لي عنها الدور تعود هذه أيلول أيلول 2000 2000 زين حتى صورة مالية وهذه هاي في مالي كنت في منادية زوجة الرئيسي ساعة بالتبالي و قبضت الجائزة الثالثة من 40 فنان إن شاء الله نعود جبتهم صورهم ما كتشاك أني قاعد قد نلحق لهم من العالم معايا توري كوندا راي نجبت لكم منهم صور معايا ميوي وكارفالا معايا عامة الفنانين الأفارقة الكبار عمي كويتا وغيرهم يعني شي قلت لك غير طبيعي وحاجة اللي مذكرة عن زوجة الرئيس إكساحنا الفنانين الوحيدة اللي في فندق 5 نجوم وفي السويت عدلوا لنا نوع من الكرم ما 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 قاعد يتصح وراني زرت مالي سابق ذاك كنت في المهرجان الثقافي لعرب زوات وذاك زادهم واللي ذاك اللي يعد اللي فيهم خيالي ناس كرماء وأصيلين وكنت وجه تحية مولي منهم الحمد لله زين الصورة الموالية منين هاي الصورة إيه هاي في خوتي أنتم تلبشوا هذا ولد الله يعني ولد فرانسوا متاعه وذاك يسلم ولا بنو عبد مدير التلفزه كان عند الحفله في داره وكنا احنا اللي نحيينا له السهره ذيك الليله كانت ليله 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 كبيره نجد له تحيه كبيره للمستحق قيس الصوره الموالية مزاري صح شوفوا هذا التكريم هذا الدرع هذا مهرجان لإنتاج مهرجان الثاني الوطن الاغنيه المغاربيه مغاربيه والله تقير هذا العالم ما هو كيف ذاك اللوحة فوق عليه كلهم واحد هذا كنا في مهرجان المغرب العربي وتكرمنا فيه بالتكريم مولي كنا ذيك الليلة مولي تبارك الله تميزنا الحمد لله الصورة الموالية منين شو هذه المملكة المغربية والله هذا كنت في الدار البيضاء ولها قصة هذه هذا عبرك الميداليات ستين لهم قصة تفضلي فيها تفضلي فيهم والله شيء احنا كنا في ضيوف شعراء مكرمين احنا
وبعض الفنانين المصريين. كانت هدى سلطان، كان محمد سلطان، كان كانوا فنانين يعني ما قدنا عندهم ياسرين ما شاء الله. وكنا احنا في المهرجان وكنا مولي ضيوف شعر. وذيك الليلة قوال كانت عقد قران الملك. والله وذكرت انا انه عندي الاغنيه زينه حتى والمخاريب يكسع ما قدو قنولوش. كلهم يقول ما قد القني قالوا أن قالت الوزاره ما يقنلوا حد ولا. قلت لهم السلام عليكم انا بعد موريتانيا وانتم لا تقنولوا وانا اللي نغني. وقفت وقنيت الاغنيه كانت شيت له نقول لك العالم طلعت علي على المسرح. وكانت اغنيه رائعه. شنو نقول مشالي العامل الدار البيضاء والتخاصة وكرمني وتكرمت النهار الختام ومولي وعدلوا لي كوكتيل خاص بي خاص بالموريتانية يقولون. وجيت الناس جاية على شرفي وكانت ليلة مميزة فعلا. زين الصورة الموالية سمحي لي نقول لك عني أنا فني ياسر منه عدلته في المغرب. ذاكم لاحظون ذاكم لاحظون ودور نشد أخبارهم ولي إن شاء الله يا رب. شوف الصورة الموالية لبابا هذه الصورة هون حاكم رواية فيد هيك ميدالية ذهبية أنا وعماد الله هاي سمسان هذه كان فيه المعرض العربي الإفريقي في تونس ونشأة موريتانيا حتى إكساع قابلت ميداليات ذهبية قابلت ميدالية ذهبية وكنا احنا اللي حيينا اليوم الوطني الموريتاني وللأسف هاي الرواية افتقدناها حالا وزارة السياحة ونوجه تحية للوزيرة الرائعة أنها تمكنها سليميانا نبغيها ونقدرها ونحترمها أكثر لكن نتمنى عن والمدير صار مدير السياحة وخيرتهم اللي صديق مولي نتمنى أنهم نوجه لهم تحية ونتمنى منهم ما يحرمونا من هذه اللقاءات اللي احنا كنا أهلها أصلا يهون هذا المهرجان العربي الإفريقي قبضنا فيه الميدالية بافيون أفريكا قال كردونا كنا ماشيين مسافرين وقالوا لنا ما نمشوا وجدونا وتركونترا وكردونا وعدنا لهم حفلة في تونس وقبلنا عطاونا ذي الميدالية كان المرحوم بابي محمد المخير رحمة الله عليه كان شيء كانت جماعة الناس ذيك الليلة ذاك النهار منها ذاك النهار كامل طيناها في بافيون أفريكا. زين لا هنا توقفوا من الصور ونرجعوا للموضوع زالت هذه الصورة تية وعماد لبما نبغيك تكلمي لي شوي عن أسرتكم عن عماد بما أنه هو شخص ما هو موريتاني وقد شفت لك مرة مقابلة في NBC في أسبوع مرة أنتي في سوريا في مكانهم ولا كيف بيتك ما شاء الله فتبارك الله وهم هون معاك في المنزل ما شاء الله فتبارك الله أسرة واحدة تبارك الله أسرة واحدة إن شاء الله. شفتي هو الأمر كله بيد الله طبعا والإنسان بحركه قدرة قادر وأنا نعرفني قاعدة بينات أهلي حسيت اني انا بداخلي فنانه ما تقدر تتزوج انسان لان شفت اخواتي ومجتمعي كله يتجه ويترك الفن صح. انا حسيت عني الى قبضت رقاش ذيك الفتره قلت نعود مضحيه به ما يقدر يتركني فني قلت لها اتجه لله سبحانه وتعالى قل له ربي قدم لي اللي فيه الخير انا يا ربي ما عندي شيء اللي يجيني ورك موريتاني يعطي معايا اسبوع على اسبوعين ويخلق عنده يشرب ويولي التكيوت ويقوم يهلوم على بدين وهلوم ما بين ويقابلين ويقمهم قابلين يا ربي والله انا نقول لك الحق قل له يا رب انا ما عندي له شيء وتبارك الله الناس يا اسره ما شاء الله وانا مراهقيه ما خاسر علي شيء كنت سمعتي وتوفوا ما شاء الله رايت الناس يا اسره ويعرفوا روسهم وانا نعرفهم يا غير دائما حاسه عند ما هو ماله تكمله انا نقول له يا رب قدم لي يا رب اللي فيه الخير قدم لي انا ندوره وهو كل عباده تحت يده صح يعني جاء عماد من المشرق للمغرب العربي ولا حصل تعارف ما فينا حد كان شاك انه له يعود نصيب الثاني والقدره تشاء ما تشاء وتوعشنا في بلاد كفنانين نشتغلوا في بلاد والله شاء اللي كان الحمد لله رب العالمين لان عماد رجل متميز طيب هو من نفسه طيب الخلق والاخلاق ومن عائله ما فضلتها عليك يعني هم الحمد لله كانوا معايا هون وهذا فخر لي لاني انا ايضا من جيتهم كبروا بي وحسيت بهم في ياسر من الكبار والاحترام ومنين هم اللي جبناهم هون ما قيدناهم لا شفنا عنهم هم اصلا حبهم الاول والاخير في السعوديه
لأن هم كل سنة يقيسوا السعودية يعتمروا ويحجوا يعتمروا، هذا دايم كل سنة عمرة يمكن من أعمارهم الحجة والعمرة. الحمد لله، سمعتي؟ الحمد لله رب العالمين، الله وفقهم شام منتهم هم اللي عايشة في سعودية وزوجها رجل طيب ما فيه منه خير تبين، وعايش له فترة طويلة وهما حالا هوك. لكن بالنسبة لي أنا حسيت أنها عائلة ثانية، ما تغيروا عن عائلتي بأخلاقهم وبطيبتهم، وفي شيء واحد ما تفرضيهم على الشو، ما تقدر تفرضيهم على الحياة في موريتانيا، لأنهم ما استطاعوا أنهم يتأقلموا معاه، يقعدوا مشاوي يغيروا شو فترة من زمن ويرجعوا البيت اللي بيتهم ما تغير فيه شيء. الحمد لله ذاك لا منطق وتقولي كرمك أنت ومن طيبك الحمد لله. يستاهلوا هم عماد هم اللي يستاهل. شوفي أنا ما أقدر يعني إحنا ليتين نتكلموا عن عماد اللي حلقتكم تعود رابدانها من أسبوعين والله ثلاث أسبوعين ممتي، لكن عماد أيضا يعني بالمقابل أنا عماد لما تعرى في داري قاعدين هو أكبر هدية في حياتي جابها لي، جاب لي والدتي وجاب لي أمي فجأة أنا قاعدة جاهم مش شهر الجمعة وتأخر ما جاء خلعت فرتوا شأخروا فجأة كتري ركلك والله سكرت من هو أضروا يختم فيهم من مع الصباح وجاحدها عني وجابهم لي في الدار. تبارك الله فترة طويلة من الزمن عايشين معايا، جداتي دايرة يدي عليها ونوكلها في زري كيف زرني هذا شيء 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 شي النعمة هذه نعمة كبيرة، وهي امرأة الله يرحمها الله يرحمها يعني في زري هذا ما موكت حد يصح له من انتوا عقاب الليل الدوار شيء الحق لي انا ذا راقده يجيبوا له هو عد ما حد ما نسى شوي يعدلوا لها بين بنانة والعسل ويخلطوا ويجيبوا لها تقول زوين حتى تقول هذا يعني هذا ممكن حد يعني فيه. لذلك الحمد لله رب الله كريم الحمد الله كريم الله كريم الله يحك. نرجع للبقية هاي الصورة في تونس، هذه كنا في مهرجان ضيوف شرف في مهرجان يوق لنا قايدة رحمة الله عليه والله ذيك نعمات أكبر فنانة تونسية، وهون معنا كل ليلة كرمنا فيها كان معنا المنجي بوسنينة هو وزير الثقافة أنذاك، وطلعوا معايا أهل السفارة هون كان ببها والإبراهيم خليل هو في السفارة في تونس، وعائلتهم منين وجه لهم أكبر تحية لأن ذاكيك ساعة هم اللي هم وقايدة هذا، وقعوا سرتي تعرفي طالعوا جاوني في المطار ولا خلاوني قاعد نعود ضيفة عند حد لأهلي والله. وكان أم اللي في وقت أم اللي كان سيد أحمد للدي أيضا وأخير لكن في مرة ثانية صورة اللي هنا نعتها لك حالا حنهجي كنا في كان في تونس وفاجئني الليلة اللي قدمنا عرضنا المباشر وكنا على الهواء مباشرة تفاجئنا بعن الرئيس قال لي كرمنا أول حد شفته قدامي رافع العلم الموريتاني سيد أحمد للدي راعيه الحمد لله عائلته الحمد لله موجودين الله يكثر مثالهم يعني كرمونا. وقلت لك أنا جاية بحرة من حذايا تمني عالمي لو حذايا سيد أحمد وحذايا العائلة كاملة يعني شيء الحمد لله رب العالمين مشرف الصورة الموالية هذا آه ما هو طابع بريد جاي ميدالية ميدالية ذهبية مولي ايش تعمل الميداليات الذهبية والله اللي قطع على بالي مرة عندي ما الله قط احكي لك الحقيقة عندي ميدالية ذهبية تم إدارة في ديكوراسيون في داري لين سرقت لا جا حد وقبضها منين سرقت تأثرت علي حد منين مشينا وسافرنا رأينا ميدالية أخرى تعني لا بدي أعرف كان هذا ذهبي كان ذهبية كذا كامل ثقيل إلا لا بدي عود فهمتي لحقتها مطلية بذها يا قير طلاء كبير طلاء قوي وقليضة قليضة عليها حد لكن هي قاعد معنا منها لأنها نعطاته في وقتها صحيح والله ذاك فنان جزائري ويق هذا اللي الفناني تاور اللي الفنانين كنا في حفل و لك صورة أخرى ها في المغرب يكلم معايا خت عمتها وردة الجزائرية قال هنا غم فتوكي
معايا رشيد قارة من تونس، حقا ما نعرف كانوا سالم مثل الله، ومعايا نخبة من ذاك اللي فنان مغربي كبير. معايا كنا في مراكش مع محمد حسن جندي ذاك اللي مثل ابو جهل في الرسالة، معدل مسرح من قالوا نفحات من ذاكرة مراكش. انا هون عدت الصحفية وعدت الممثلة وعدت الفنانة، للأسف ما جا معايا فنان، ما جا معايا معناها صحفي ولا جا معايا ممثل. أعطاوني النص وقالوا لي هذا ما يقدر يقدمه مهتي، دربت عليه وقدمته، قدمت نبذة عن موريتان بصوتي ملي أيضا الحمد لله، وكان كانت ديك الشيخة موزة، والله ديك ليلة تمشي شيخة موزة هون تناصر المسند معايا هون في تخبة طاير دين هون هي وهون حرم الرئيس مولي، لكن الصورة ما هي هاي الصورة قابلتها من موقعها هي، أنا ما قطعت عندها، هي قابلها مصورها هي، لكن موقعها هي الخاص رأينا عليه الصورة وسحبتها عند قبت. لاك فنان من الروس كنا في حفلة. بابا أنا بغيت تكلمي لي شوية عن لبس في هون 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 اسمه عبد الهادي بالخياط في هاي الصورة معايا عبد الهادي بالخياط، والصورة الأخرى جنبها كان معنا صابر الرباعي، وكنا في حفلة في الحسيمة. بابا خصك تكلمي لنا عن الزي اللي لبستي، زيك مميز دائما والله نقولوا لك انا ما حد يرقيق الملح ما تمشي معاه، من نلبسها لا نعود عمود داير روايه علي رقيقه بشكل ليصح، فهمت؟ عدت نختار نلبسها على شكل كي لباس الهند رب فوال، لا نلبسها نقبل الساري وما بدل من الخيط وملحفة نخليه كما هو، نحكم هون ونلبس تركيط والدي ونلبسه قديت نتحايل معاه، من أن نلبس هنا كما الحف ما تهنى علي. زين إن شاء الله زين بعد ولا بعد إن شاء الله ملاحظة عنك دائما في لقاءاتك اللي شوف دائما أشوفك لابسة سواسيك زين حاجة الله يبقى. واليوم الحمد لله عدتي كيف أنا إحنا لكن باركتكم أنتم أتي أول مرة نلبس هذا ندوركم إن شاء الله دورون ينتصر وعود أول بداية أنت من نلبسون نلبس الخياطة مليون نلبس هكذا دائما عندي أول إنسان هذا ما بغرضي عندي قناعة عن السواء يعني انا ملي مطلعه شويه على اللبس موضه فهمتي على اللبس اللي يليق بوجه المراه وهذا، واليوم اكتشفت ان من خلال لباسكم للملحفه وهذا عن فيه غلط لان فتبارك الله شايك فاطمه المغربيه فاطمه الزهراء فنانه كبيره مغربيه هنا ليله عرض الليله الثانيه من المهرجان لذلك فمغلط لان هذا لباسنا احنا زين امي النيانة الغلط شنو النيانة دائما نختار سوا اصلا كنت جايبه لابسه ملحفه من سوا خضراء عندي فم زينه ما قلت لبستها اذا جبتوا لي انتم الملحفه الله لبستها وفعلا حاسه كانها صبح دورت اجبر لايكات يا على فيسبوك الله يكرمك شكرا بعد انا بعد شاكرتكم على اني والله زاد لي نقول لك الوان ولا في حد على اليوم في موريتانيا قد يقول اني ماني صادقه ما قلت لبست أجيب حتى مرة لبست النيلة لكن هذا النص ما قلت لبست. تعرفي شنو؟ احنا سجلين عدلوا حلقة مميزة اللي تعود بفنانة بما انك انت أول مرة ضيفة تعود لنا في برنامج موسم جديد. قلنا هنا عندنا قدرون عدلوا ملاحة هذا الزي ما الله انتم كريمات حتى وتبقوا لما يعود كل صحفي نادى ضيف له يلبسه ما يعني شي رائع الصحة الباردة حبيبتي هون ياسم المشاهدين ياسم الطلبات جاوني عنك يدوروا قاعد تقول لهم شر تخبطي لهم اردينك عنك كافيك من كافينا من الرد عنهم ذاك عاد مشوقين عاد نرجع صفحة
أنا حرنان على التحرار قادمين نمشي عنه. كان معنا حد يشدنا نقول لكم شو زين جلاب قنوا انتم معايا اسمو طه واسمو ياسين اسمو طه واسمو ياسين واسمو الهادي مازن اسمو واسمو زاد والصادق الامين اللي بيه الرسل خاتم ليلى يا النبي مازن اسمو ليلى يا النبي مازن اسمو احنا ما عندنا شدادة الهي نقص مقام اخر الله يقص مقام اخر لبابا الهي نتكلم برك عن ردانا ردانا من علمكم نحن ما شاء الله متبعين لك تبارك الله تكلميني شوي عن ردانا وعن البوم ردانا من رأيك كانت مسميتي على ردانا اصحاب اللي تجي مرة واحدة والله تم تخفض خفض شوي عندك خوف ردانا هذاك لا هو الحق في ردانا هذا منطلق من خوفي يعني من السحاب جمع راسه انا صغيره في في في, في بويرتوريس عندنا بيت من السمك ومنين تجي فيه السحاب تحل في مولانا عندي الدنيا رحلت وش قال السحاب ذيك الساعه يا اختيني رشه كبير كبير وتوه لا تميت منين يرقب ذاك انه بعد قاعد ذوبانه ويذوبوا خيمتنا كامله اصلا تعرف ان الناس فوق وتو حاجه اللي عندنا انت مو بعد قاعدين الى يوفى ياكل هو اللي ياكل هو اللي متين وتو منين يبدا يعود يبقى لا يتخطى ياك الرعود والبروق وذوك الروايات لكم يبقى لا تخف السحاب حد يعني يا خيتي ستي ننعس وستي شيني النوم نرقد نعود نتخيل ردانا في السنك معناها انها خفت نوع ياك نسمع تسمع. نسمع لها شوي شوي نقول الحمد لله الحمد لله قلت انا عدلت على هذا الشور في البيان منبثق من هذا اول ومهول وعقابه بل منين خف جات ردانا وجاء عاد يعني يعطي يقير هذا الشور انا عدلته بسجام على لورك مع ايقاع لورك يمشي بيني انا ولورك مع يجاوبوا بيناتهم يجاوب ايه دين هذا نعمة حق زين أردين زين أردين مويل متروش متروش أخبار أخبار إن شاء الله يا ربي نشد أخبارنا أنا سميته على تيدينيت والدي رحمة الله عليه والدي عنده تيدينيت قالها المتروش متروش معروفة ومقول عليها ياسر من الغنى وياسر مش زين ياسر من الغنى زين نقول له حميدي جالي سمعني يلي لا تفشت فاخرتك وفدينيتك تيدينيتك متوحشي تسمعني تديني تاسك وعنده يوسري يوسري يعني يقول له فيها وحج بها حج بها عندي ذيك القصة قبل تديني وعند راس الرسول صلى الله عليه وسلم المرة الأولى قلعوها منه عقب تعودوا عليها قال حنجرتي بعد ما تقدروا تقبلوها عقب ردوها له عاد شغل ليه دحين 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 الهدى ماني مرت
نفسك زين وزين بيطك ولا يبرد قلبك سمعين بيطك ولا يبرد عنك 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 سم العين بيطك ولا يبرد خلك سم العين بيطك ولا يبرد عنك 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 سم العين برنامج صبري نشوفوا اللي عليها صفحة البرنامج ما شاء الله تبارك الله عليها ياسر منشي عفوا هي مين صفحة البرنامج صفحة فيسبوك أنا وصفية هذا محمد شاع الوزير متابعنا من دولة الإمارات العربية المتحدة شكرا لكم على كرم الاختيار ودمتم ودام برنامجكم متميز جسرا ثقافيا واجتماعيا شامخا ينير الدرب وذلك الصعاب ويذل الصعاب فأنتم ثنائي لامع متميز في السماء الإبداع والإعلام في عناق مع المحاسن الأخلاق والطيب المتحد والمعارف الثقافية المتنوعة شكرا محمد شاع الوزير إسحاق فاروق قال لك شكرا للضيفة لبابة مثل ما يدح عندي لها سؤال تفضل إسحاق فاروق من درا قال لي كانها دائما ما نشوفها من الفنانين اللي معارض دائما مع النظام أنا ما عارض صح أنا ما عارض بيدي شوفي أنا في وجهة نظري الخاص إني أنا ملك نفسي والاتجاهات يعدلوك غير اتجاه أنا ما عارض يعني لأني أولا أنا عندي عائلة فاصلة فيها محترمة محترمة حياتي وشغلي وأموري وبعيدة من السياسة حتى إنه أنا قد نعيش يعني في غير بلد قد نبقي أنا والناس أصحاب كاملين وأنا والخلق أخلاق كاملين وصحبة وإني نعارض ونعود واقفة ضد ملاء هذا وحتى أني لا أدخلت لهين زرق يا كامري خصني يعني لهين أدخل في المكان اللي هين زرق فيه ولهين زرق يا غير منين حد يكرمني ويحاسني يجيه ولا شرط نعود جايته سياسيا غير جايته لين ندعمه لين ندعمه حق عندي مولي بدون اي مجامله معتني ذلك هذه هي انا ما حاق الفاروق اسمع الاجابه الفنانه لبابا تمده يعقوب مختار فال تحياتي الاختين لامعتين وراني مرحب بالمرحبين حتى الفنان الكبير لبابا تمده لدي سؤال الفنانه تمده هل لديها البوم جديد وطالبين تغني انه اغنيه الهول باقي فخلاقي على مبال ورانا طالبين ما يسمع عندي ورانا طالبين منكم تفرفرونا حتى لبابا تمده شكرا زينة عندنا الأسئلة سؤال خاص دون ذكر الاسم السلام عليكم ورحمة الله نحيي الفنانة الكبيرة لبابة متميدح ونشجعها ونتمنى لها التوفيق عندي سؤال ما هي الصعوبات اللي قد واجهتي لبابة ياسر أنا أولا بعد قاعد تجهت اتجاه شجاع لأني أنا من فنانة من أسرة معناها محافظة أسرة قايلة عن خلق اللي أردين والله تيدينيت وأصلاً مولي قاع فترة معينة من الزمن يتركوه نحن أسرتنا لنعطيكم سر يعني ما قد قلتوا للأسف ثقيل علياتنا بعد فترة من الزمن اللي عود ما تخارك شين قال لهم ناتر من داحي قرن الظروف من فينا عنده حد يقني أنا عندي منياتي هذا خليهم لك الشاطر وهون المعلومة مت محمد يعني تقد اتجاه اتجاه اخر لذلك عائلتنا مات فيها اذا من اياتي انا كيف يقولوا الفن ما عينه فيه يعني معناها عن الفن موريتاني من ناحيه اهل ميداح العليات خاصه الله يخلي لنا رشيد والترك سلت ربي ورجيته ويعني يعود اللي قالوا طافيلات نحن اللي هو اللي قنوه كامل يقير ناقصهم ناقصهم هو الابداع ما قد يخلق انت لا انت قاعده في بلد وشافك حد احنا منين نسافروا ومنين يجوا ضيوف الموريتان يقوموا وعدين الطافلات الله يبارك فيكم انتم ما تمشوا ليش ما تجلسوا كذا ليش ما تاخذوا تشهروا في غير بلد
ده ما نسمعوه من وزاراتنا هو. مرة 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 بنقول هالكلام مرة مرتين. مهلة من تحمل. الوزيرة السابقة. حقبة. قالت لي هاو الطافلات. حرامتهم يعني مسألوا صغيرات راهم يكسع. ما فات. منين كبروا فيهم اللي نهمتهم كلاس. وقتها في الخارجية وزارة الخارجية يكسع. ما تعدل شيء جايينها ضيوف عرب. ما تجيبوا لي الطافلات اللي يعدلوا ذو الناس اللي دوروا. يقير احنا ناقصنا التشجيع من من مثلا من وزارة الثقافة. صح. يعني شفتي انا قدمت تحية كبيرة للوزيرة هندوم التعينين لان نحترمها وشخصيا انا نبقيها ونحترمها حتى. لكن اختها تلتفت على الشباب على احنا زمننا وافي مهباس. تلتفت على الشباب تعطيه تشجعوا ولو بكلمة. ولو بكلمة انا الطافلات منين نقول لهم انتم تصبح الدور وتتندموا وتعرفوا عن الفن كذا 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 ما الفن مني نحن ما لنا حاركين عن موريتان وموريتان احنا لا يعودوا كيف كنتي تم يتقني لين تستكيلي تقعدي يجي حد يبلك احنا هما الصقع العكس انا بارديني وبتدينيتي وفي محيطي هما اتجهوا للزمن اللي هما فيه هما يعيشوا زمن اللي احنا ما عشناه يمكن ينشحوا من اقنية واحدة ينشحوا من اقنيتين لكن إلى ما بلدهم عمل لهم هاك منين له يشوف ما في خالص. ما في شيء ثاني نكمل لك السؤال لبابا ما هي الصعوبات اللي واجهتها لبابا عند محاولتها التعود على الغناء على موسيقى آلة الأورج مع عماد وما هي المواقف الطريفة اللي تعرضت لها أثناء مسيرتها الفنية وشكرا على التقديم المتميز ورحابة الصدر كما أشكر قناة الوطنية شكرا جزيلا شكرا لك أخي صعوبات ياسر شوف أول ما بدأت أنا وعماد ياسر من الناس بعد قاع يقول عني مجنونة تركت محمد ومحمد أغرين قدرت أقول نهي الناس تفرق ما تلم واتجه تتجاه ولا يتخسروا يو عماد لا يخسروا لكن لين نقول لك شيء قريب النخبة المثقفة هي اللي مشات معانا النخبة المثقفة عماد عندهم حتى من لين يشوفهم ضيوف يجيبهم لنا في الدار نعدلوا لهم العشاء ونعدلوا لهم الموسيقى نعدلوا وجبات مختلفة تماما كل ضيوف مثلا فيه اشخاص رجال اعمال محترمين نوجه لهم تحيه ما يبقون نسميهم صح منين يجوهم ضيوف يجونا احنا فهم في الدار عندنا الضيف الفلاني ومعاه كذا 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 ونعدلوا لهم عشاء طاوله ما قد شافوها في حياتهم فيها المشرقي وفيها الموريتاني وتعدل موسيقى وفن فيها بعض الضيوف يتم قاعدنا عندنا فهم يقيس المطار مره يمشوا بروتوكول الوتات ويمشي بهم عماد يطرحهم في الأوروبا يعني الحمد لله رب العالمين مشات معانا نخبة كبيرة الحمد لله إلين وصل لنا يعني نخبة كبيرة يعني من الناس المثقفة لذلك الصعوبات ياسر ولكن أيضا فيه 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 إيجابيات واللي زينا حتى إن مثلنا موريتان وحصلنا على ياسر من الأوسمة والميداليات وحصلنا على تكريمات وحصلنا على تقبل الضيوف اللي تجي الموريتان كاملة تشوفي الصورة اللي كانت مع الشيخة موسى هذه اللي مجيها هون كانت في الساحة هربت أنا من السقاريت كنا في صالون في فناناتكم أنا هربت بي اللي تبعها حنية سقاريت وهربت بالطويفلات وقعدنا في الساحة نحن قاعدين في الساحة فجأة خاضت هي علينا معاها عالم وخلق رافدين لها ربايتها من الأوراق لا شافتنا قامت وعدت كيف الحلوات بتات مسكوي في لا تسلم عليهم قال لها بروتوكول لا يقدموا لك ذاك لا يقدموا لك شيء يعني نوع من قالت تتسنى يعني نجينا جاوا الفنانين وغنا وقبلوا من الوقت كله ما بقى من الوقت مو 10 دقائق صح. ابدا جانا البروتوكول قال لي كان في وقتها السفير الحالي في غينيا أظن السيد المحترم بابا والسيد أحمد كانوا البروتوكول فقط قال لي له بابا عندكم 10 دقائق قدمي أحسن ما عندك قلت له سبحان الله نذرت الشر ندربوا على مشيدة الأميرة وإحنا وحدنا اللي عقبنا ما قال لي فيه لا الخير لا قدموا ياكتو الناس فاتوا طرح لهم قاتو ولا يمشوا نعتبتوا دخلنا قلت لهم يوم معناها قدموا الأغنية القايلة الشاعر الأمير الشعراء محمد الطالب وتقدموها إن قدمناها زادت هي الوقت ب 45 دقيقة وعيطت لي أنا وقع
قدمنا لها برنامج يعني راقي وقالت انها الدور حد يرقص لها وكانت النية وقتها معنا ما كنا مبرمجين ما كنا انتقالية دهار محمد فارم والله 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 اللي شفت الحفلة كانت في صالة فيها اشخاص عديدين صالة ما ياسر وخلقها ما ياسر وكانت والله. فترة انتقالية والله. محمد فارم والله كانت كانت هي وكانت صح. كانت مكرزوم مكرزوم وجهة تحية صح وجهة تحية وكان كان هذا كنا في وقتها جات زادت الوقت وعدلنا برنامجنا كامل وزدنا عليه وطالبتني عندها قام شات بارديني اصلا ارديني كيف هذا بالضبط مشات فيه معها مشات فيه معها في رمضان الماضي جاتنا ما عندها دعوه كان متصل علينا ساعات السفير انا ذاك شيخ البكات كان في قطر كان في قطر وحالا عاد في انغولا ايوه هو اللي اتصل اتصل فيا قال لي بابا انت وحدك والله معاك حد قلت له لا وحدي والله راح تبقين مشيت قال لي جاتنا دعوه حالا لكم تكريم و و و و و و و وراهم الناس اللي يتصلوا بكم واتصلوا بينا وما زلنا الناس تقول لي انا خلقت في وقتها امور الوطن العربي اخرت ذاك البرنامج وان شاء الله خير ان شاء الله صفية اللي تسمح لي شوي نطلب من المخرج عنه يطلع لي الفيديو اللي عنده نعود نتكلم عليه الله شوف سعنها مفاجأة وانا زين بعد بيانا زيد لنا شوي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كم 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 أكبر لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ايوه من حسيه من الزمان وذي ما لم يصل لا اله من الزمان وذي ما لم يصل زمان وذي ما لم يصل طبعا الله يخلينا رشيد والله رشيد كان معايا البارح نرجم المخرج كان معايا البارح وقبض لي جيتار قال لي جاي له انه لكت خيرت وعنده نفس الصوت عنده نفس حلاوه الصوت مع اني انا ما كنت شاك عن كيف صوت محمد مع ابويا قلت في تفاصيل ابدا محمد غنى حجرة الوالد لان صوته هو نفس الشيء وعنده طابعه محمد محمد لا بقى يعود احمد ولا بقى يعود محمد الوقت اللي بقى ما شاء الله الوقت اللي بقى فتي نقول والله رشيد 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 ياك لا مازال الله يمد في عمره جاي ان شاء الله ان شاء الله لبابا الله يرحمه ننتقلوا من مرحله لمرحله لبابا احنا دائما نشوفوا الفنانين الكبار نشوفهم يتبرعوا المستشفيات كفالة يتيم من درا كان لبابا مثل ما يداها قط طرقت لهذه كثير الذكرة. كثير لكن ما كنت قايلتها لحد شفت نوع من الامور ما كنت نبقي حد يعرف الاعمال الخيريه مثلا طبعا خيرية. لكن شفتي هي اظن انها حالا واجب لاعلانها يعني ساعة هي يعني معدل حد الراس وبينه مع مولانا الامر يعلم به مولانا العالم ما مهم انت ولا العالم كل شيء لذلك كنت نقيس طب السيكولوجيا هذاك نجي دوك الانكولوجيا الانكولوجيا شنو قالوا انكولوجيا
قلت لك ونجي لك الاطفال اللي فيه ونجيب لهم هدايا نجيب لهم. واصلا عندي معاهم موعد تخطى كاع، كنت جايتهم هاي الفتره وحكمني عنهم ظرف معين، فجيت المدير قلت له اني جايتهم، كانت المديره مسعيده ما هي موجوده، كانت في فرنسا. لذلك ايضا شفت هيئه بسمه وامل، هذه هي دائما عندي معها اتصال. الاوبيرات المره الماضيه وقفوا معايا وقفه كبيره لاني خصصت للاطفال اليتامى، وكان شيء من ريع الحفل اللي يطلع اوبيرات فابوتا ما تجبر في البلاد، تمشي بين الوزارات وطالبه المؤسسات للاسف. ونتمنى بعدنا عندي الاوبيرات الجايه نسلك فيها الراسل من الدفعه المده محترمه تتبناها ان شاء الله. لو باب تكلمنا عن الاوبيرات فكرت مجتمعتي بما انها اول مره في البلد. شفتي هاي الاوبيرات قصتها رائعه، قصتها ما خارج الزمن. تفضلي. انا والدي مداح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه، ودائما نقول اني نبقي انا نمدح الرسول بطريقه مره نقول شيء من الرسل، مره نقول شيء توحيدة من عندي انا، مره نقول مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مني انا من عندي انا. انا راي لكم مغنيه بعد لذاك. المهم تميت مره قاعده نخرص فنان تركي يغني الله الله، تعرفي كل اغنيه قاعده اسميها خرصها دائما نشوفه نقوم نبكي انه استطاع يغني يمدح الرسول بالانجليزيه وبالعربي وبالتركي. هذا امنيتي انا كنت نعدل هذا الشيء، فهمتي؟ لذلك لاقى عماد يزقن عندنا هول لنا ذاك الكبير اللي شفتي، وانا والطافيلات براشين على التلفزه خرصوها وعائله قاعدين هيك. الين بكيت ما بكيت دمعه في عين، تاثرت من الطريقه اللي مدح بها وحلاوتها. صح، حلاوه الصوت والاداء وذا كامل زين. صح. ومصر انه يعدلوا بقناعه، يعني شفتي غريب. تقول المهم جيت قاعد تقول عماد جاتني فكره. قال لي شنو؟ قلت له ليه يعدلوا اوبيرات؟ قال لي راعي ما نساها. قال لي اوبيرات مره واحده؟ قلت له اوبيرات مره واحده. جيت قاعد انا بعد ما حنيت دقيقه. تروحنا لين عدلوا اوبيرات في موريتان، اول اوبيرات في موريتان لين عدلوها احنا، ولين عدلها قلت له بالاطفال. سكي قال وتعب لك يا عماد. قلت له ايه فر على عاتقك. الكلمات واللحن والاداء وتدريب الترك وتعبهم والاخر لهم شيء. انا قلت له شيء الخير والفضل ان شاء الله يعودوا معانا لان فكره قلت له رائعه. جيت متصل على الشاعر الكبير عبد الله ولا ابو مديان. قال لي قلت له انت منين؟ قال لي هون في نواكشوط غير واحد البادي. قلت له كذا 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 كذا. قال لي والله لا لي نكتبهم في الباديه ونشوفهم لك. ابيات من 12 بيت جابهم اللي منين جابهم قعد هو وعماد يخرصوهم وغيروا فيهم المغيرين وعدلوا المعدلين تبارك الله. وجبنا التركه، تركه من هو طويف لهاتنا احنا وطفيل حسننا والولي واحمد واحمد للحسن وابو زين وفاطم عم طفيل لمينا بنت محمد الحنبال. ديك ساعه ما بيانا الا تغني تقول لي مهي امي خلي عنا. اقول لها ماني مخليتها، لعتوا انتم كلكم فيها. بقات هي حسها زين ولا بتشق طريقها كفنان. صح. وعتلنا نجي نقلعها منهم ونجيبها تعدل معانا الاوبيرات. منين عدنا من ديك الاوبيرات فيها السرار اللي نقولهم لك الله المتولي السراير يشهد عليهم. دخلت على الوزيره سيسمت ويد قلت لها كذا كذا. قالت لي امي عالم مولانا بعد يدي انه يخلق وحالا مولي. دعمتني دعم غير طبيعي. قالت لي لهنا طيك كذا ولهنا طيك كذا ولهنا مشيك المدام اللي يدعموك. وعدلت لي رساله راعيها عندي ذاك ان لا يشوف احد ما دعمنا. سمعت كانها تبنات انا وهي قاعده تقول لي وانت صايت اللي تعدلي. قلت لها ما فت عرفتي قال بعد الله في الشهر والله من قاع جبر دعمها هي ذاك عدلت جا نص هي هو هدف ما مهمه من صحيح اي مبلغ من الفضاء قد يساعدك يقير الهدف اسمى واهم. صح. مشيت وقست عماد قلت له الوزاره دعمتك. قال لي والله. قلت له والله. مشيت قررنا الوقت وعدلت مؤتمر صحفي في الدار وعشيت الصحافه وباتوا معايا وقلت لهم الاوبيرات 20 في الشهر 21 20 ايه في ابريل. ومشاوا الصحافه ومشيت انا بعد مع الصباح
فتحت ندور نعرف الصحافه ايش قال البيبات واصحابك يا صاحبهم تصبحوا مع صباح ما قالت لك عيب والله دماني عارم اللي فيه واحد كاتب ما نساها الفنانة لباب بنت المداح وعماد يحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له مجنون معدلنا وقت ومعدلنا ايش؟ قلت له شنو معنى؟ قال لي لبابه ما تعرفي عن 20 ابريل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجري بالميلادي. قلت له لا والله. قال لي هذا قريب. هذا قال لي يا اخي انت اخترت الموعد ما تعرفي. قلت له والله اللي اخترته ما اعرف. ما اخترت التاريخ ولا نعرف انه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالميلادي ابدا. هذه واحده. جيت العماد وقلتها له صدفه غريبة من الله روايه شو اي شيء ساعد فيه رب العالمين لا تسولي. تماني عالم مولي لين ليله الحفله كثرت علي التركه عاد قريب من 100 عاد لا لي شيء يدير يشيله وانا عندي لباس محدود. مشيت النيه قلت له النيه لحقيني مسكينه فترت هيك ساعه ومشيت تحيه صح مشات وقالت لي لا لي قلت له قول يكلهن حل هانا لا لي قلت له تقول ياكلهن عد الوان قلت له يا وتوف توم ما انا عالمي لوالنا ذا يوم الجمعه والدبات مقفله كامل عاد تقبض الملاحف قاص وتقسمهم تلبس الطويفيلات ايش يبقى لنا التريكه عاد مشات وجابت التراكه ذولي اشياء ولبس لهم عام البنطلون كامل يجهز بعد انتر بين السابعه والنص والثامنه اللي تفتتح الحفل والقاعة فات ثلاث سبحان الله أعطاها الله شغل النصرة موعد فجأة جاني المصور معانا الهادي قال لي لبابة راني نشكره على ذاك الإخراج اللي عدى ليك ساعة حتى ومساعدة قام معايا مولي هو حتى ليك ساعة قال لي لبابة الخلفية وين؟ ما في خلفية ما يعني راسي يذكر من بقيت ماني عارف أهم شيء نسيناه هو الخلفية والله وتالله وهذا بعد ما نقدر نحلف به والله شاهد جاني واحد وقف في زري وطرح خلفيه وعدلها وجهزها لا نعرف منهم ولا اني معيط له وما زلت لورك نسول عنه منهم ويشهد الله مش ما عرفتهم رفت اسكي في شيء من الفضه للناس تعرفي اللي عاونت في التجهيزات شيء على اليوم تخوتي لحقونا الاهم خلق منين صاحب الخلفيه وينهم والله وتالله لليله وليلة تخدم ما نعرفهم ولا ريت يعني فيها السر فيها ارادها الله ومنيه صادقه وشاءها الله هدك وقصايدها جميله وتلحين قصايد الحفلات ادوا فيها ادوا بحب صح ادوا بحب ويا زين عندهم والتلاحين كانت الناس تصهر الى الصباح الين يوفوا الاغاني وعماد ما رقاد ما تخايف سبحان تبارك الله لبابا بارك له هنا الاسئله له انت مو بالترتيب ونقضوا معاهم شوي لان نلحقوا هذا المحور لبابا تم ان شاء الله تكريمك من كافه ان شاء الله الدول تبارك الله جبتي لنا التكريمات من درا كان دور تقط كرمتك شفتي انا دائما نقول الواعي ما وكرم اليوم يكرم الصبح ان شاء الله قبل مره ماضيه طبعا في مره ماضيه قط جاني بروتوكول يعني سامي طوارق صح قال لي لبابة عندك تكريم انت وعماد في الاستقلال وغير ذا لا يعلم به حد قلت له والله لا منين قرب الاستقلال عاد شوي قال لي شوفي هذا لا له يؤدي لنا مشاكل قلت له ما هي مشكلة والتكريم يجي من أعمال الشخص صح رفت فيه الزينة وبس هي أن دولتك تعترف لك بي صح انا حاسه ان دولتي معترفه باللي انا عدلته في قادتها في وزرائها في ناسي الخلق اللي نرى كاملها ما قطريت منها رقال ما فيه تقدير ولا احترام وهذا نعتبره تكريم نعطي شوفي هون صور اللي تشوفيها اللي عادوا من الصور اللي درتيها كنا في حفله في القصر الرئاسي نطلب من المخرج عنه يطلع لنا بقيه يعني تكريم تشوفيه الى عاد لهين عطالك طاقه تتعلقيها تشوفيه سابق ذاك في عينين الناس محبتها هذه الصوره منين ها نجاح في القطع عندنا نجاحه منين نجاح عندنا ندويه في المغرب العربي كنا في المغرب اظنه مراكش وكان هذه حفله نجاح قرفم فهم صور
ما نعرف كانوا كانكم درتوه زين. هذه الصوره هو ذيك والله تكريم هون. هذا تكريم هذا فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز والله يسلم على عماد هون وشكروا على اللي قدموا. وكانت سيدة الأولى هون تمر على الطويفيلات في صورة ثانية وكرمتهم. احنا الوحيدين كلنا اللي يعني كرمنا بهاي الطريقة. هذا نعم هذا تكريم هذا تكريم لأن صح هرم السلطة هو يجيك شخصيا ويسلم عليك ويقدرك ويحترمك. وقطم اللي شفت لقى شوي تسمحي شوي على المقاطعة في صفحتك في فيسبوك عنك لقيت الرئيس محمد العبد العزيز والله شفتك نحسي قدام الرئيس نبقيك تكلمي لي شوي عن ذاك الملك والله نقولوا لك بلقى بعد في شيء في مكان في أنا كاتب اللي ندور كامل في تاقل. ومنين جيت للتاقل جيت لفخامة الرئيس أنا تلفن دي مدير الديوان كنت اتعشى صايمه كنت اتعشى جيت الفيلم ما جدت عليا قال لي لازم الخلق يجوق فيا قلت له قال لي يا اختي قلت له بالله بالله عليك انت ما طلعت لي رقم نعرف بها كانوا قال لي لا لا حقيقه قال لي بكره الساعه 9 ان شاء الله قلت له اصبح عدلت حالتي جيت 9 الى 10 كنت قدام القصر رايت اسمي فيه وقعدت انحاني ودخلت عليه قول كلام اسفل انه ما عجل عني وانه ما عجلني ما في حد دخل علي قال لي الوقت وفى تمي صلت وقلت له قايتي وياي كاملين ياكلين دور اللي انا فنانه صح ولا نخلص للشهر ولا نجي يوم اللي الرئيس ندرو يعطينيش يعني ما في حد الرئيس العدل يعطيني يقسم على الناس كامله انا ماني من ذاك النوع وقلت له وانا جايه في بلدي اذا نبقي نعود عندي شيء يساعدني مقابل اعمالي مقابل أعمالي يقال من أنت من الناس صار في النظر عن فنك وعن قدراتك كيف هاشري تعيش من هاشري نخلصوا الكهرباء اللي تجينا 200 ألف من هاشري نخلصوا المدع اللي تخطى 100 من هاشري نخلصوا دراسة تمناتي الطافلات عندي من هاشري نخلص الضيوف اللي في داري مشاكل ياسر وفعلا عرضت على فخامة الرئيس وقلت له عندي حلول يعني أنا عندي فن راقي ودولتي محتاجته نختار نتعامل مع الجهات المعنية مقابل ما هو ما هوش ندور انا انا نخجل الى قلت حتى على اعطيني كذا صح لان ما نعتبرها عنده فيها يعني عندي فيها الحق لذلك هذه وكانت كانت مقابلتك مع السيد الرئيس اكثر من رائعه واكثر الحمد لله نوجه تحيه لمدير الديوان ونختار ويذكرني وياك قلت له معي ان شاء الله لين ارجع لصفحه البرنامج لبابا هذا الشخص ينقال عتيق مصطفى ومشى لك السلام صباح الخير والله بعد اللي مرحبتي بالضيفة صاحبة الأخلاق والشهامة والتي مثلت الوطن في كل أصقاع العالم ولا غروة بالأخلاق والشهامة والكرم الكافية عنها لبابة مثل الميدة الله يخليك شكرا موجه لك تحية خاصة الله إلا تحية كبيرة مولي تحية له زينة لبابة مثل الميدة لاهي تخبطينا شيء في وزن والله تتكلمينا عن ألبومك الجديد يا حصلنا عن انتم تقولون ألبومك ألبومك تشد علينا نحن ما عندنا ما عندنا شرايك للإنتاج لا حول بابا هذه صورتك مع مهله والله الوزيرة السابقة هذه مذكرتها هذه كانت تقول لي انت ما جيتيني فرض علي قالت لي قالت شو قالت لي قلت لها بسم الله لين جيتي معاك الضيوف قالت لي بدي اجيني مع الصبح لو شلها تحية كبيرة صح موجهة تحية خاصة لكم اللي قلت لها عدلت جزاها الله خير تفضلي هاي مولي العائلة الكبيرة الله يحفظها إن شاء الله هون مع فنان كبير ما قريبين قالوا محمود الإدريسي وفنان كبير هون مولي في تونس زين تفضلي الناس تحطش على لبابة تقولها شارب تقولها شارب بالأخص الهول باقي في ملاقي لبابة أنا أسولك شوي سابق نرجع لألبومك قلت تي الألبوم تشك أنا بيا اللي تقولي ألبومك تشك عن ملانين من دور الإنتاج وعن كل فنان مبرمج ألبوم ويوم 12 وياك يوم 6 وياك يوم 7 والإعلانات في الشوارع وعن لا ما خالق منه شيء نحن داش شوف حد ذكر وياهم تفضلي تفضلي سر لهم كلهم تفضلي تكبري عدو تفضلي نحن تعودنا ان مجموعه من موريتانيين كلنا فيها اللي يخبر واللي يغني واللي يشب واللي يقرا مصحف واللي عنده روايه واحد فيها وعايشين في ذا البلد بامان وباستقرار ان شاء الله صح. واللي يتم يؤدي مهمته لا يستكهر يخليها الولو ولا يفضل لا قد احنا هون شي من الفنانين فينا نجوم كبار يقير نجوم عندنا احنا صح نحن ما خالطنا مجتمعات العالميه نسافروا
أحياناً معاشمنا صار شلي يعدلونا ليجيبونا المحيط قليل نغنوا فيه ونقولوا كنا في أمريكا ومحيط صغير هذا ما هو اللي ندوره نحن ندوره فنان يطلع من موريتاني ويعود ينقال الفنان الموريتاني عالمي يعود فارض نفسه على الشبكات الاتصال في العالم على القنوات في العالم هذا هو اللي ينقال له الخروج بالموسيقى من مكانه يقر نجوك ناس عندهم مكان ضيق لي يحبسوا يديروك فيه وعدلوا بيك تورنا كبير تفتر وتتعب أنا جاوني قال لي أنا أعطوك 12,000 أورو ولو تمشي معانا وكيلك شرابك فينا ويسجنوا بيا في ما نعرفهاش ونفتر ونهلك ونتعب أنا ما قام نقبل الشغل صنعت ونرجع منين نقول حد جلت في ذا كامل من الدول ايوه ما شفناك بعد في واحدة من التلفزات شفت ولا شفناك مرة راهو صحفي قد يقول كلمة أنا ما ندور صح حد لا يمشي بالبوابة مثل ما يدعوا فرقتها ليقس بها مكان واسع تشوفوا الناس في المانيا أنا محتاجة نتكلم صح ذاك هو اليوم وما نمشي لا تقيس بها شمنا الكهولة اللي كلهم عاد عاد يدك طرف انتصام وقاعد يقابلوا قبل تديني تواردين ويقعدوا تم صف قولي تمهد باس الدور صح لبابا لين نرجع للسئلة الأردين حالي شوي المشاهدين لهم يدوروا قالوا عنهم تحطشين عليك يدوروا تقولي لهم صح تبريع عاولة تقولي لهم شيء زين عودوا نرجع لبقية الأسئلة تجاسره الوساوس والهموم يبتسمت معايد اللوم وهن فقد خلص من ينوم يا فوح المسك ذمان حمرقون فحسبك ما تشم وما تشم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا بيك بعد رامي والد علامة كبير محمد الحسن الددو ما كنت شاكت هالليلة ماضية كنت في حفلة قال لي تعرف تغني به المن وانا قال زيارة عندي قال لي والدي زي اعطاني تكميل لهم في شخص طالب مني ابيات العلامة حمدا ولته نختار نقولهم لنقولهم في البيع ايوا ذا برنامج سابقا اللي حقول البيع لهن نتكلموا عن فيديو كليب هول باقي فخلاقي كلمات من 5 سنة عدلتها وهون شخص من دولة قطر طالب متقنيها على موالي قل له عنسة أدر قني المدشي
صوتك وبدنيتك تدنيتك متوحشك سماني تدنيتك تدنيتك متوحشك تواجد سمعني تدنيتك تدنيتك متوحشة تسمعني تدنينا تدنينا متوحشة تسمعني تدنيتك. اللي أخلاقي والفت ليومي على عاد زانت بيا مخالفت ولا أنا للحوادث سلبي يا مخالفت مخالفت ولا أنا للحوادث سلبي يا مخالفت ولا أنا للحوادث سالت بي وخالت مولانا للحواد. ايوا شقه البال تغيون ذا الحين فزوان الفوقاني البال تغيون ذا الحين فزوان الفوقاني ذيك لو بابا واردين وذوك منات السمان قلوا بابا واردين واردين وكم منات السمان الله هلسكي شمك درينجا هذه الجالية الموريتانية في مراتك قلوا بابا واردين وكم منات سماني قلوا بابا واردين واردين يوك كمنات السماء الله اللسك هزيك الله هزيك حوت ما دون مرتبة التنبي يداك من المكارم والمعالي وأنت إذن من الثقلين طرون بمنزلتي اليمين من الشمال وانت يا ريرة ثقلين طرون بمنزلتي اليمين من الشمال وانت يا من الثقلين طرون بمنزلتي اليمين اليمين من الشمال جاك قاف لباب حس زين بلا عنات حسك زين بلا عنات عندك يا لباب نهو التينا حق عندك يا لباب نهو التينا حق صرت زاد الشيخ باب نهو التينا صرت حق زاد الشيخ باب باب نهو التينا حق زاد صرنا الشيخ باب ما يدس يا ابوي ما يدس يا حت ما يدس صفحة البرنامج تقراي تعاليق أنا بعد عندي سؤال تفضلي شكو عندكم السوبر من لا أنا جايكم احنا مستعدين لك اللي يتعدي فينا عندكم عندي سؤال لين سوّلكم عنه شنو لبابة كبطينا نعرف قصد ليت يوم والمشاهدين تموتوا فوق بالسؤال شنو ياك ما كيمي تاردي كيمي تاردي حدها ثقيلة شوي زين
شوفي ابيات كفي قالوا لي حدا خير جايت فيك ساعه تعبان تعرفي كنت تروق على المدرسه ولا عالم بها خيمت وانا نعدل مرحله ثقيله من المدرسه والدتي الله ستر ربي ورجيته وخليها لي تعبت علي نحت وتخلص الكرام تخلص الدفا تخلص الكم وانا قاعد بالنسبه لها اني لين عودي يا لطيف ونادى الله سبحانه وتعالى هذا افترت في مرحله افترت وعدت تروق وجا احد تعانى وهي تحالي الامتحان قلت ما يقدر يحلوا لي مو حمد ولدت علينا امي اللي مسكت علي نوابه الله هي قلت هي محمد كان في حياتي نوابه ساره طبعاً قلت له حمد انا عندي سر لا ليش قلت له انا كنت اتروق على المدرسه واهلي قايلين عن نقيس قال لي عوضها لكم ولا انا ليت الشيء تعودي فنانه كبيره ان شاء الله ويعود ويعود وتلي يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي وش قلت لك لا يصور العقل استبشرته خيرا وسكت وقلت منين يجيه من تبنو دور اقول لها هذا قاعد عادي لكن اللي يقول لهم اللي وتو قال لي هاو الابيات ما قد قنيتهم في حفله ما مشوا هنا كاتبينهم كامل ور صح عادوا قاع ابيات حدين المشهورين تكلمت عليهم الناس كامل الله ردت علي زمانا فات من عمري نبابة بحمرة رسوعي والسماري نبابة بحمرة رسوعي والسماري قالوا أيطرب الشيخ بعد كبرتي وينزلي لسماع عودي في السحري وقلت للشيب إذا بات عوادله عود بالله من شيب على قدري قلت للشيب إذا بات عوادله نعود بالله من شيب ابن على كداري نبابة لازلت في الميدان سابقة يوم اللقاء عند البيت والسفر يوم 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 اللقاء البيت والسفر رسالة على صفحتي من خطر محمد صباح النور والسرور أهلا بكم وتحية طيبة للأخت سميرة طبعا تحية لك ومن خلالكم أقدم أطيب تحية والمنى للقامة الفنية العظيمة لبابة مثل ميداح التي جمعت بين الفن الأصيل والحديث تماما كما تعبر عنه الآن من خلال الزي الذي ظهرت به من خلالكم شكرا جزيلا لك وعندك هنا محمد ولا حمدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة كيف حالكم ولكم والفنانة تحياتي لكم والفنانة المتميزة مثل ميداح قلت لك أنا قط سمعت عنها تقول تبرع نبقيك تسوليها عن لك أنا برع أنا نفسي غربية المحيط اللي كنت عايشة فيه برع فوق العادة صح تعرفي احيانا منين تعود حداك ناس مره حد حتى تعودي انت لا مره مره تقولي واحد وفعلا انا نقوله و زين عندي مولي يا غير بيا زين عندي اللي يقولوا انه يقول عليات اللي يقولوا انه سمعت البارح واحده تقول الله اللي نسيت عيد الحب اختي سيت تبرع بعد زين عندك زين وين ما عاد تتذكر انا عندك شاف عيد الحب اليوم نتق ياسر مش مردو زين حط الله الله زين عيد الحب اليوم نتق ياسر مش مردو زين حط
عندك هون الدكتور الشيخ البتار يسمح لنا على التأخير لين نقول مداخلته. صباح الخير. صباح الوطنية. الحمد لله على سلامة. شكرا الأستاذ لبابة. وما أدراك ما الأستاذ لبابة؟ قام موسيقى موسيقية منذ أن علقت سلفن والصوت الشجي علقته على أغانيها. أغنياتها الحب اللي نزيه وأيام في البادية وأغاني أخرى جميلة. فكم كانت موفقة عندما شاركت حياتها قامت اللحن الجميل الأستاذ عماد الدين الدبش، حيث من خلالهما عرفنا الأغاني جمعت بين الحداثة والتراث، كما أن ابنتيهما وخاصة الصغرى وجعلتا من الساحة الفنية الموريتانية تطور للتعانق الأصالة الفنية والعربية. لدي السؤال لها، لماذا لا تشارك ابنتها الصغرى في مهرجانات الفنية العربية حيث أنها متمكنة ما شاء الله من المقامات العربية وعندها أستاذ مرموق هو ظهار عماد الدين يحفظ بمكانه وأن يوصلهما إن شاء الله إلى قمة الغناء العربي. مع تحيات الدكتور الشيخ البتار مجالك ألف تحية الدكتور. والله تحية كبيرة والله. هذا دائما نجبر الناس اللي تختار الطافلات يشاركوا ولكن أنا أظن أن أنا هاي تربيت تربية ما زلت اللي عليها ويكسف اللي تربيت عليها الطافلات عليها. نحن نعيش أمورتها ما قدر نمشي أنا ومنياتي شهر برنامج فيه التصويت وما تصويت والناس اللي تقيمهم هون نعرف أنهم قدروا لا ينجحوا عندهم مؤهلات النجاح، لكن أتمنى أن هذا الصوت اللي عندهم وهذا الحمد لله الخبرة الفنية اللي والدهم أعطاهم ينجحوا بها في حفل كبير في دولة من دول العربية. والله مهرجان بدل من يعودوا برنامج مسابقات انا ما نعرف كان نشوف ما كبرهم من اكبر من هذه البرامج يجيهم الهوات واحيانا يجيهم الناس الوطنيه اللي من حضره من عائلات فنيه، لكن انا نشوف نختارهم ويتموا اخلاقياتهم وطبيعتهم متصله بينا اكثر من الناس. جات رساله هون من امينه تونت محمد المختار. صحاني يعني موجه تحيه خاصه لامينه تونت محمد المختار. مشاتهم رسالة تحياتي لكم ولضيفتكم الكبيرة لبابة مثل ميدح. وعندي سؤال، هل عندها في إقامة حفل خيري بالتعاون مع جمعيات الأشخاص المعاقين وخاصة جمعية النساء المعاقات؟ ترى كان عندك حفل خيري. ما هو عندي غير منين بعدي صح اني نتعاون معاهم نعدلوا ان شاء الله. هذه مينوت متحن مختار رئيسه جمعيه النساء المعيقات وموجه لها تحيه خاصه من ذا المنبر. تابع البرنامج تحيه كبيره الوطنيه وما في شيء ما يصح صح. وهذا شيء مشرف ما اظن الا انه خير انه يصح. الوقت ما تلمني تقولي لنا شنو هو جديد للي معدل انت 2016؟ مفاجأة. ما قلت لكم البارح انه مفاجأة. قريبا لا شهر اعطوني شهر فقط ان شاء الله شهر باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. بابا مالك متخمم تعدي لنا يا اخي تشجيع في عيد المرأة اللي عاد على الابواب. عيد المرأة اي شيء خلقع ما جاونا فيه كاردين في تاسف ما نعرف من يوزع بطاقات ومن يعد الحفل. احنا كنا نشترك فيه بقوه صح نعطي ونجوب يعني عيدنا خرسانة اليوم وعد قريب ما عندي عنه نظر ما في حد اتصل ما تعرف في برنامج طبعا كيف نزاد يا بتنا نعود هذا حقنا. لا يتعلقي لي على هذا الدرع شوي هذا الدرع ايوه هذا من الكويت هذا درع كبير ولو كل حد ينعطاله كي شفنا الذهب قاع ما هو كل حد ينعطاله هذا شيء كبير ومن دولة الكويت. يعطيك ساعة نادانا وزير الخارجية الأمير حالة نادانا في نادانا و اللي عاد أمير حالا هو حالاً هو الأمير نادانا وقسم الكويت وعدلنا فيها يعني شيء روعة يعني من جينا مشات لنا سفارة هون وكرمتنا وأعطتنا هذا الدرع. هذا درع ما هو مو كل حد يعطيه صح صح بابا تفضل. قول بهدي بأخلاقي لأن هذا ما هو الصحيح. زين أنا قد طلعتها لك هون في البرنامج أنا فقرات نطلعوا فيها الأغاني القديمة وكانت ما شاء الله أكثر من رائعة. هي قاعد قنيتها أنا ولينك ساعة طار راجع عماد ريتم جديد.
نهون باقي بأخلاقي نهون آخر ونعيّة نهون روقة باقي نفرع نادر كوية دارة الدل الدلة ونبقى تمني ديمة الريف يا جمار في الحية نخوار ورمى وخوي مواقراد وأهل البادية دانة تندل دلة تندل تندل دينا دل اسم اللي هو البادي فخلي أغنية قديم صح أغنية قديمة أغنية قديمة و ما شاء الله فيها ياسم اللي بدا عدلتها انا درت لها عدلتها توجيهيته زين وجهت البادية ولباس كل لابس الباس النيلة وحالة ما شاء الله شفت الفيديو من طلعته ذاك النهار لاحظ فيه ملاحظة عنه هو فيديو قديم ونحن استخدمناه في الجيلاك يا شيخ وتماشي معاه زي والبادية ولا شيء بابا من ترى كان في حكتي يا ردان والله ما فتي حكتي يا حكتي ولا تخطي وقلت له الوقت عاد ليوفا الوقت عاد ليوفا ونختار نسمع ردان وسؤالي ما يناس يعني ونختار تطرحي علي سمحت ما سؤالي اللي هسولكم تفضلي بي استعدي استعدي بناطر يا كون بنات الديان هون نقيد على كل لون وعلى الامجال وانتباه درت كون وقيمي تقالب انتي ماما درت كون وقيمي تقالب الله 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 فيسبوك ايوب احمد موجه تحيه خاصه ونتمنى له ان شاء الله الشفاء ان شاء الله العاجل وراه مسلم على الفنان الكبير والبابا متميد وراجيه الكثير من النجاح والتقدم ان شاء الله استمراريه ان شاء الله فهذا وموجهين لك احنا تحيه خاصه من المنبر والشفاء ان شاء الله زميلي ايوب احمد وخيرت لا تبر ان شاء الله والصحه ان شاء الله زين صفيه لعاد عندك فم كلمه اخيره تقي اسمعت عن فيها أطعم فيه رقاش أيوه. إنه متقدم أيوه. ويعرف متقدم المن خاصة هذا السؤال سهل دور نعرف هو متقدم من وين هو جاي خاطر متقدم المن متقدم زين ذاك السؤال لبابا زين ذاك السؤال شفتي زين إن شاء الله خلاص هو جاي حق عنده وعجلاء سمعت ولام اللي بريتاني ومذي اللي ذاك ماني قايل هو متقدم المن توا فيكم انتم عالمين بالاخبار ما انا عالمين عالمين بها هو متقدم المن متقدم اللبابة سميرة ولا صبية يسولو هو يعود هو بعد لا شيء ما عيطتوا لي ان شاء الله يا رب لان نتاكد من تنزلين تأكد تأكد إن شاء الله يا رب إن شاء الله نعرف عنه بعد ما هو تبارك الله نعرف عنه بعد ثواق ويعرف منين يقيس ما أنا أقول لك إلا هني شكرا لك لبابا شكرا شكرا لك لبابا ما أدسك
حيت هاد القناة الوطنية شي قال لك بغيتي فقدني قالك المدير الشيف تحية خاصة المدير العام للقناة الوطنية من الله يدي تحية الخاصة تحية ميرمل صح حتى نقول اني ماني قد نشوف شيء على قناة الوطنية اني نتمنى دائما ان نقدم عليها ياسر من الفن اللي كان من يعيطوا لي انتم اللي اخواتي ويوسر وخا وعاد امي اللي على قناة الوطنية جايت معصبة صح عائلة برك ما نعرف كان قدام معدل والله ما حد شكرا جزاك الله خيرا كلمة أخيرة بما أن الوقت ما أتلم منه ياسر تحطين شي متواضع لا هي أولا نشكر هاي الناس اللي تصلت كامل نشكر هاي الجالية اللي تصلت من الخارج ونشكركم التماتي حتى نشكر قناة الوطنية على هذا البرنامج الشيق اللي عاد تخطى الحدود الموريتانية فعلا اللي أنا مرة ليلة ماضية كنت في لقاء مع أحد القنوات وكانت فيها ثلاثة أجانب معنا مو أجانب عربة غير كنا في اللقاء في الدار ومنين وقفوا بين الحمى في الدار عندي في ماتي داروا نستراحوا جاء حديث عنكم كان برنامج قال لي هذو منين يقسونا يعودوا رواية كبيرة قلت لهم ما شاء الله لا يقسوا لا لا تورط ما أننا قابلينهم يا حد صرت قلت له ما يحكم قال لي لا هذا مهم قال لي مميز قال لي فيه فيه ثنتين قال لي في مصر ونجحوا نجاح غير طبيعي غير طبيعي وحالا قال لي مع قناتنا احنا صار نقولوا لك احنا نختار موريتانيا صح ولان حاكم ولا بدلوها بشي قطعة وتو يوم لا مشاو لين مشوا معاهم موريتانيا الحمد لله 100% اصلا الحمد لله يا بنا بعض الناس مو شاك عنكم موريتانيا والله هذيك اللي قد سمعتها قد سمعتها يا سم الناس يحين للسودان ويا سم الناس يحين حتى اللي عدلوا لي عدت مرات الله الله ذاك بناش بنا اللي ما ننقلوا ثقافتنا صح سرعه حتى الناس تعرفنا احنا مين احنا خلقنا وطيبتنا وثقافتنا الحقيقيه يعني ثقيل الله لا ثقيل لك روايه صح زين هلو بابا كلمة أخيرة توجهها لجمهورك والشعب الموريتاني نوجه للجمهور والشعب الموريتاني أني أنا الحمد لله رب العالمين موجودة لا بكرمهم هما أخلاقهم وعزتهم وعزت يعني تواصل معهم في أي وقت وإذا تأخرنا شوي ما هو على كره لكن فعلا الساحة تحتاج تنافس صح احنا ملينا جبر التنافس يظهر ياك اللي فينا صح وان شاء الله نقول لهم عن قريبا في مفاجاه ان شاء الله ان شاء الله عطنك لا شهر واحد والله ان شاء الله ولا تقريبا شهر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ولا هي عود في شيء مميز ان شاء الله كما عودتنا دائما الله يسلمكم جزاكم الله ان شاء الله شكرا لك الف الف شكر ونعيدوها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب شكرا على قبول الدعوه ما شاء الله وعلى الاسبوع عطينا في التحضير تبارك الله بكل رحابه صدر ما شاء الله وموجه تحيه خاصه للوالد عماد الدين الدبش ما شاء الله عليه حسن ضيافته الطافيات موجه تحيه للوالد والصيدات اللي قاعدين يخلصونا نقول تحيه تحيه كبيره هنا تحية خاصة لجميع المشاهدين الكرام ويصبحون اليوم ما قدرنا قبول اتصالاتنا بنا ما شاء الله الموضوع مهم وزين وشاكر الفنان الكبير اللي بابا متمني الداح شكرا جزيلا شكرا ورتي صباحي الوطنية شكرا لجميع المشاهدين اللي متابعينا موجه إهداء هذه الحلقة لجميع جالياتنا في الوطن العربي كامل ويا الله يحركوا الساحة نحن جالياتنا دائما نوجهوا لهم قال هو ما يوجهونا يا جالياتنا عدلوا اجتماع كبير وعدلوا حفلة ونتعاونوا معاكم نحن متى نلقاو تعرفوا احنا عندنا شنو الفنانين دور لا رجاء نتعاونوا معاكم ان شاء الله بصفة محترمة وانتم ما يموت العجل ولا تمشي ستادي ونشوفوا ان نعطوا ثقافتنا فننا نفرضوه على الناس
تكتبوه وفي نفس الوقت هما اللي تقدموا انتوما نقترح عليكم تقدموا انتوما الشعراء والمغنيين نعرف عنده يستحق قبيل راجل اعمال يعدلوا عدلوا انتوما اللي موجود مثلا في الامارات في دبي يعني اللي فيها نشاط ثقافي كبير في الامارات في الشارقه في عده اماكن حتى في قطر ايضا وفي امريكا وفي كل الاماكن عدلوا تجمع كبير واتصلوا بينا نتعاونوا معاكم انا جايكم ياك نقبلكم جايكم دورنا ياك نعطوكم ان شاء الله ان شاء الله يعودوا سمعوا نظركم وشكر جميع المشاهدين اللي دائما يتصلوا في البرنامج ونعتذر من هو اليوم ما قدرت نقبل الخطوط غير ان شاء الله يا ربي الى قدر ان شاء الله موضوع جديد دمتم في امان الله شكرا جزيلا